يمكن برضو انا قادر اتفهم جدا انه استحاله الامور بتتغير بالكليه على سطح الكوكب وبين عشيه وضحاها، بس احنا دايما كان في عندنا مثلا من ضمن الامور القاره المنسيه، يعني احنا كنا دائما نتعامل مع المصريين اللي موجودين في افريقيا باعتبارهم اكيد ما فيش مصريين في افريقيا، طبعا ده بخلاف ان احنا كان عندنا زمان ازمات كبيره يعني. طبعا وانا هنا بتكلم مع وزيره خدمت افريقيا كتير وكان ليها مناصب مهمه في افريقيا. وضع المصريين في افريقيا ايه؟ وهل في تواصل؟ هل في حاجه؟ في تواصل وفي اولويه. يعني حلو. يعني المصريين في افريقيا بشكل عام أولوية من أولويات مش بس البرنامج الرئاسي، وأولوية من أولويات الحكومة، والعلاقة بإفريقيا من أولويات الحكومة طبعا. إنما المصريين في إفريقيا اللي حضرتك بتقول عليهم منسيين، دول هم أولوية برضو بالنسبة لي، لأن هم إحنا ما اعتدناش إن إحنا نهتم، يعني اهتماماتنا دايما بالجاليات الكبيرة. إنما الجاليات الصغيرة دايما إيه حظها كده، زي الطفل الصغير اللي هو أخوه كبير واخد كل الدلع منه. فأنا كنت حريصة على إن أنا أثبت للجاليات في إفريقيا إن هم اهتمامهم في حقيقي في القلب زي ما بيقولوا، وإن هم أولوية من أولويات.